بعد ما انقصفت العمارة اجيت بدي افقد ايش الموجود عندي، لقيت طبعا شقتي وشقة اخويا وشقة اهلي وشقة اخوتي الاثنين وشقة عمي برضو، لقيتها يعني رايحة. فقبل ما اجي افقد لقيت الصاروخ زي ما انتم شايفين، هاي الصاروخان مهندسة المتفجرات بعد ما كلمناها اجت وشالت الصاعق، ولحتى الان زي ما انت شايف لقيتها ما زال الخطر عنه. قبل ما قالوا لنا قبل ما تهدى الاوضاع في غزه هيك ويصير تهدئ او شيء بنشيله، لانه الصاروخ يزن 1000 كيلو اللي هو طن، مش حيقدروا يحملوه في ايديهم، لانه بدها شحن كامل او رافعه انها تنقله وياخذوه.